واحد هل كم سلوين إن مانتا شيخ مصطفى أو كم إذا ولما ذا وين سوماليا شيخ سلو بان كلنا هاي هل كان ذاك هو سلوين يا ولما ذي يو حلبانه يو وسيره هرة أو ماشي شوقة يا ده شعب أنت بقى ما تنكع قاعد بانو كفر حسننا هاي إنا كفر حسننا أنا واحد دينا إسا يعني سيدا لو سلوية يا ذاك كويمي كقاه أو كقاطة دور أذوين لسمها ومضى سيد الله اسم لها حق عقيدة ذئيو حق أخلاق ذئيو وحياها صورا يشريتان كذا انتبه رنتين أو كم ذي هاي ولماذا دتك سومنا ذئاتك وش علي وحياها وعنك كوي وح كم ذا ولماذا كذا كذا دوين هاي شيخ مصطفى رنتي وانن هذا جوار هيا عالمك مر بدن كشاك هيا مر جوا عوران كرنا واقويهن مسلم آه أو سومالي آه أو دينتا يسقدر صدي علم كلام هادجة وحياة سيوك يدوم يقول ماذا قارك هاد أدب أنا كوسا دوين إن الشيخ مصطفى وأنا كفر أحسن نهاي إمامة كاجا أنت أشوكتنا واحد رجينا نهدا الله إنه إن أيدتك واحد بدن كافة أيد دورانين قالان أردت جامعتها بنتلان وأيوه الرئيسه صدق الجامعة ده كتير دين كتير دين دون تدارل إنه الله كشره أنا يكون حسين يعني ندارل إنه مركز صور دوا وأنا كل أنا هاي جماعة فرما هو صور دوا نينا دولة دي الشعب كنت بقول صور دوا نينا يعني أدب أنا هو فرحة نعمان تكاجا وأنا لقي سوقي ودن كاجي وعي غرقة كاجي وعي مرتكم أهيد صور دوا ولما بدنو ما أنت كرتوا هدي ماذا نسألو سودو ويان باشرت لكن هذا ميزا درت هاي ولا إسلامي هاي واحد بدن بدري هاي شيخه هاي أنت أسكالف تاي هذا بنو فرسان هاي سودو وكل واحد دمنا هدا على إنه وقدر بنسك ورسان دون هدا على إنه مركان أنت سأقول الله عنه سودو شيخ شاب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد هو هرين إن دولة هي مملكة شعب كيد دويني علماء بعد ما نقوم هاد نقية إن مقالة التانية وحرجين هي ومقالة الشيخي كل اللي بشيخي يقول رأت بضن له أقون الله ونحرسته الشيخ عبد القادر أيوه أمر أو مقالة دي سي أول واحد نقول إن شريد دم الشيخي وشوفة تجي ما يوحك آخر ما هي إن وضن كجودي سنة إن بدن ما صعنا إنه سومالة دي بدأ كدا شيء بان سلاح بلدي قال ده اللي غيري بكره هي قم بان وتك تجي شري يعني أنتي مبدا هيد وضن كده حد يسمع صعنين وأمرك يكون هذا أن وضن كيسكو ضيان عند حس على الرجينة يا مارك هاد بان يدخل ما حد نغير ده ما أنتين علماء ضايع ما ملك يددوينا بعد بان وضن ما حد نغير إن شاء الله تعالى وحبذا المسجد تكون برتيد بان ليه واسبرندونا إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله.